بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وبعد، في إطار استكمال دروس مادة الاجتماعيات للسنة الأولى ثانوي، وفي إطار الدروس المقدمة على المبوع والتي تشرف عليها المديرية الإقليمية بوجدور، يشرفني أن أقدم هذه الحصة في مكون التالي. وبداية، قبل بداية الدرس سوف نقوم بمراجعة مضامين الدرس السابق من خلال مرحلة التقويم التشخيصي. السؤال الأول: عرف النظام الفيودالي. السؤال الثاني: اذكر أسباب ظهور النظام الفيودالي. السؤال الثالث: أعد ترتيب فئات المجتمع الفيودالي: الأقران، الفلاحون، الأحرار، الفرسان، الأسير. طبيعة الحال، باستحضار مضامين الدرس السابق يمكنكم أن تستنتجوا أن النظام الفيودالي هو تنظيم اقتصادي واجتماعي وسياسي ظهر بأوروبا خلال العصور الوسطى، كان سترادفية طبقية اجتماعية، وقد ساهم هذا النظام في تخلف أوروبا. أما بالنسبة للسؤال الثاني، فمن أسباب ظهور النظام الفيودالي سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية سنة 476 ميلادية، ضعف سلطة ملوك الدويلات الأوروبية وعجزهم عن توفير الأمن لشعوبهم، ثم تزايد المجاعات وانتشار الفوضى أدى إلى ظهور الأقران. بطبيعة الحال، من بين أو السؤال الثالث: أعد تشكيل فئات المجتمع الفيودالي. نلاحظ أن المجتمع الفيودالي سيصبح مجتمعا طبقيا تراتبيا، بداية بطبقة الأسياد، ثم طبقة الفرسان، ثم طبقة الفلاحون الأحرار، ثم طبقة الأقران. أعزائي التلاميذ، بطبيعة الحال خلال الدرس السابق النظام الفيودالي خلال العصور الوسطى، رأيتم كيف أن أوروبا ستعيش مجموعة من التحولات الاجتماعية والسياسية التي بطبيعة الحال ستجعلها تعرف مجموعة من المشاكل الاقتصادية، ستبحث عن حلول لها، وهنا ستظهر المواجهات الصليبية أو الحروب الصليبية كمواجهة حاسمة ما بين العالم الإسلامي من جهة وما بين العالم المسيحي من جهة أخرى. وبالتالي فموضوع درسنا اليوم، الدرس رقم 12 في مكون التاريخ، الحروب الصليبية، المواجهة واحتكاك الحضارات. خلال هذا الدرس سنحاول أن نعالج ثلاثة أهداف أساسية. الهدف الأول: التعريف بالحروب الصليبية وتتبع مراحلها واستخلاص دوافعها. ثم الهدف الثاني: التعرف على معركة حطين بوصفها حاسمة في تاريخ المواجهة بين المسلمين والصليبيين. ثم الهدف الثالث: اكتشاف دور الحروب الصليبية في إحداث احتكاك حضاري بين العالمين الإسلامي والمسيحي. إذا يمكننا أن نصوغ هذه الأهداف على شكل تقديم إشكالي على الشكل التالي: أدى انطلاق الحروب الصليبية إلى احتكاك مباشر بين المسلمين والمسيحيين خلال العصور الوسطى، فما المقصود بالحروب الصليبية وما هي دوافعها ومراحلها وكيف ساهمت في الاحتكاك الحضاري بين الطرفين؟ إذا نبدأ في معالجة الهدف الأول من خلال الوثيقة رقم 1 صفحة 70، خريطة الحملات الصليبية على الشرق الإسلامي ما بين القرنين 11 و13. وكما تلاحظون من خلال مفتاح الخريطة، اللون البنفسجي يمثل البلاد المسيحية، أما اللون الأخضر فيمثل البلاد الإسلامية. وكما تلاحظون هناك سهم أحمر يمثل اتجاه الحملات الصليبية. وكما تلاحظون فهذه الحملات الصليبية انطلقت من العالم الأوروبي في اتجاه العالم الإسلامي، وبالضبط في المشرق العربي. وبالتالي يمكننا أن نعرف الحروب الصليبية على أنها مجموعة من الحملات العسكرية التي شنها الأوروبيون ضد المشرق الإسلامي ما بين القرنين 11 و13 ميلادي. بطبيعة الحال، إذا رأيتم جيدا الخريطة ستلاحظون جنديا لا يشير في لباسه إلى جنسية معينة، وبالتالي نلاحظ هناك فقط رمز الصليب على أساس أن هذه الحروب الصليبية أو الحملات الصليبية كانت تحت رعاية الكنيسة، وجمعت تحت أطيافها جميع الأوروبيين، مما جعل أن هذه الحروب توصف بأنها حروب صليبية. لقد سميت صليبية لكون المشاركين فيها لا تجمعهم جنسية ولا قومية واحدة، وإنما تربطهم أرصنة العقيدة المتمثلة في الدين المسيحي، كما أنها سميت بالصليبية لأنهم اتخذوا الصليب شعارا لهم. وهكذا يمكننا أن نصيغ أفكار هذه الفقرة على الشكل التالي: أولا صغيرة، ما المقصود بالحروب الصليبية؟ إذا الحروب الصليبية هي الحملات العسكرية التي شنها الأوروبيون ضد المشرق الإسلامي،
بمباركة الكنيسة فيما بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر ميلادي، وقد سميت صليبية لكون المشاركين في هذا التجمع هم جنسية ولا قومية واحدة، وإنما تربطهم آثار العقيدة المتمثلة في الدين المسيحي، كما أنها سميت بالصليبية لأنهم اتخذوا الصليب شعارا لهم. إذا في إطار الهدف الأول سنحاول دائما أن نتعرف عن دوافع أو على دوافع هذه الاكتشافات الجغرافية من خلال الوثائق صفحة 71. طبيعة الحال هذه الوثيقة أخذت من مرجع خارج الكتاب المدرسي. إن هذه الحرب ليست لامتلاك مدينة واحدة بل لامتلاك أقاليم آسيا برمتها مع غناها وخزائنها التي لا تعد، فاتخذوا بيت المقدس ذريعة وخلصوا البلاد وامتلكوها أنتم، إن هذه الأرض كما قالت التوراة تفيض لبنا وعسلا. مقتطف من نداء بابا أوريان الثاني إلى مسيحي أوروبا 1590 ميلادي. إذا كما نلاحظ من خلال هذا النص أن الذريعة التي اتخذها الأوروبيون والسبب الذي اتخذه الأوروبيون أو المسيحيون للقيام بهذه الحملات الصليبية هو السيطرة على الأراضي المقدسة، فاتخذوا بيت المقدس ذريعة، وبالتالي كان الهدف أو السبب الديني الاستيلاء على البيت المقدس أو الأراضي المقدسة من بين الأسباب التي دفعت الأوروبيين للقيام بهذه الحملات الصليبية. لكن هذه ليست فقط أو هذا ليس فقط الدافع الوحيد الذي أدى بالأوروبيين أو الصليبيين للقيام بهذه الحملات، هناك أسباب أخرى نستخلصها من خلال خانة دائما في صفحة 71، خانة أدعم تعلمي. فأقول توجد أسباب أخرى تتمثل في رغبة الأوروبيين في الاستحواذ على الطرق التجارية والسيطرة على ثروات العالم الإسلامي ودعم الإمبراطورية البيزنطية، وبهذا يمكننا أن نستخلص أن هناك أسباب أخرى غير الدافع الديني في الاستيلاء على الأراضي أو البيت المقدس للقيام الأوروبيين أو المسيحيين بهذه الحملات الصليبية، تتمثل في الأساس في رغبة الأوروبيين في الاستحواذ على الطرق التجارية. وتوضح الخارطة كيف أن العالم الإسلامي كان في منطقة استراتيجية تربط آسيا بأوروبا، وبالتالي كانت تمر مجموعة من المحاور التجارية كما تلاحظون من خلال مفتاح الخريطة، ستجعل الأوروبيين يسعون للسيطرة على هذه المناطق أو خصوصا المشرق العربي، ثم أيضا محاولة السيطرة على ثروات العالم الإسلامي بالإضافة إلى دعم الإمبراطورية البيزنطية كما تلاحظون من خلال المفتاح اللون البنفسجي الأراضي البيزنطية في مواجهة المسلمين، وبالتالي كانت هناك عدة دوافع وراء هذه الاكتشافات أو عفوا وراء هذه الحروب الصليبية عفوا تتمثل في الاستيلاء على بيت المقدس، السيطرة على ثروات العالم الإسلامي، والرغبة في الاستحواذ على طرق التجارة العالمية، وأخيرا تقديم الدعم والمساندة للإمبراطورية البيزنطية. إذا بعدما تعرفنا على أبرز دوافع الحروب الصليبية ننتقل لتتبع الحملات الصليبية، وننتقل للوثيقة الموالية الوثيقة رقم 2 صفحة 71، خط زمن يمثل مراحل الحملات الصليبية وردود فعل المسلمين لمواجهتها. كما نلاحظ من خلال الوثيقة الخط الزمني فهذه الحملات انطلقت من القرن الحادي عشر إلى حدود القرن الثالث عشر، وبطبيعة الحال عرفت عدة مراحل، بداية من المرحلة الأولى ما بين 1095 إلى حدود 1116 ميلادية، ثم 1187 ميلادية إلى حدود 1202 ميلادية، ثم المرحلة الأخيرة يمكن أن نجمل فيها باقي المراحل باعتبارها أننا ستعرف فشل الحملات الصليبية. بطبيعة الحال ما هو رد فعل المسلمين تجاه هذه الحملات؟ تميز رد فعل المسلمين تجاه هذه الحملات بنوع من التباين، فخلال المرحلة الأولى كما نلاحظ سوف يتمكن الصليبيون من الاستيلاء على مجموعة من الأراضي والمدن مثل الرها القدس وطرابلس، وبطبيعة الحال هذا يبين ويوضح القوة التي أتى بها الصليبيون والشجاعة التي تعامل بها الصليبيون في حروبهم الصليبية في المرحلة الأولى. ثم بعد ذلك سوف تحدث مجموعة من التغييرات، بداية بدخول خلافات ما بين الصليبيين، بطبيعة الحال الصليبيين ستحصل ما بينهم مجموعة من الخلافات حول الغنائم وحول الأراضي، وبالتالي هذا سيسبب فيما بينهم النزاع، الشيء الذي سيحدث نوعا من التوازن، وهو ما سيتم استغلاله من طرف القادة المسلمين خصوصا صلاح الدين الأيوبي الذي سيتمكن في معركة حطين من إلحاق هزيمة بالصليبيين، هذه القوة التي لم يتمكن المسلمون من قبل بإلحاق هزائم بها بشكل كبير جدا
سيتمكن صلاح الدين الايوبي من الحاق في معركه حطين بهزيمه قاسيه، الشيء الذي سيؤدي الى دخول الحملات الصليبيه الى مرحله ثانيه ستتميز بانها ستصبح حملات فاشله ستنتهي بتوقفها في نهايه القرن الثالث عشر وبالضبط سنه 1291 ميلادي. وبالتالي يمكننا ان نجمل ما راينا من خلال هذه الوثيقه بان الحروب الصليبيه قد بدات في القرن الحادي عشر الميلادي ومرت باربعه مراحل كبرى اعيد توضيحها. المرحله الاولى انتصار الصليبيين واحتلالهم مدن الراودوس وطرابلس، كما راينا بان في هذه المرحله كان المسلمون يعانون من نوع من التفرقه والتشرذم وبالتالي سهلوا مهمه الصليبيين. المرحله الثانيه حدوث خلافات بين الصليبيين تميزت بنوع من التوازن الذي سمح للمسلمين بالعودة من جديد تحت راية صلاح الدين الأيوبي الذي سيتمكن من قيادة الجيوش الإسلامية وبالتالي وضع إحداث نوع من التحول في الحروب الصليبية ما بين المسيحيين والمسلمين وعودة نوع من التوازن. ثم بعد ذلك كما قلنا بعد معركة صلاح الدين الأيوبي ومعركة حطين ستنطلق العديد من الحملات الصليبية التي ستتميز أو ستكون فاشلة بطبيعة الحال الى حدود ان توقفت سنه 1291 ميلادي. اذا سيطر في البدايه الصليبيين على عده مدن اسلاميه على راسها القدس، الى ان انتصار صلاح الدين الايوبي في معركه حطين سنه 1187 ميلاديه وضع نهايه لانتصارات المسيحيين وشكلت بدايه لمجموعه من الحملات الفاشله الى ان توقفت في القرن الثالث عشر ميلادي. وهكذا يمكننا ان نجمع افكار ما رايناه من خلال الوثائق السابقه تحت عنوان دوافع ومراحل الحروب الصليبيه على الشكل التالي. ننتقل الان الى وضع عنوان للنشاط الاول. تعرض المشرق العربي لحروب صليبيه تعددت دوافعها ومراحلها. اذا كتقويم مرحله للنشاط الاول، السؤال الأول عرف الحروب الصليبية، السؤال الثاني اذكر أهم دوافعها. بالنسبة للسؤال الأول، إذا استطعتم أن تصلوا إلى هذا الجواب فبطبيعة الحال قد تمكنتم من تحقيق هدف الأول. ثم بعد ذلك إذا استطعتم أن تصلوا إلى الجواب الثاني تكونون قد حققتم الهدف الأول بشكل تام. إذا ننتقل الآن إلى النشاط الثاني أو الهدف الثاني، وخلاله سنتعرف على معركة حطين بوصفها حاسمة في تاريخ المواجهة بين المسلمين والصليبيين. إذا نقرأ النص: أصبح صلاح الدين الأيوبي والمسلمون يوم السبت فركبوا وتقدموا إلى الفرنج فاقتتلوا وهم يقابلون سائرين نحو طبرية لعلهم يريدون الماء، فلما علم صلاح الدين مقصدهم وقف بالعسكر في وجوههم، وكان بعض المتطوعة قد ألقى في تلك الأرض نارا فاجتمع عليهم العطش وحر الزمان وحر النار والدخان وحر القتال، فوهنوا وهنا عظيما فاحاط بهم المسلمون احاطه الدائره بقطرها، فارتفع من بقي من الفرنجه الى تل بناحيه حطين، فاشتد القتال عليهم من سائر الجهات ولم يتمكنوا من نصب خيمه غير خيمه ملكه ستيف هونسمان الجزء الثاني. اذا هناك عده مصطلحات. صلاح الدين الايوبي هو قائد الجيش الاسلامي حقق انتصارات على الجيوش الصليبيه، الفرنج هم الصليبيون. اذا هناك عده اسئله. السؤال الاول استخرج اسم هذه المعركه. السؤال الثاني بالاعتماد على خط الزمن صفحه 71 حدد تاريخ حدوثه. السؤال الثالث سمي قائد هذه المعركه. السؤال الرابع استخرج السبب الرئيسي لحدوث هذه المواجهه. اذا جوابا على السؤال الاول اسم المعركه معركه حطين كما تلاحظون خلال النص. إلى تل بناحية حطين، وحطين توجد بقرب مدينة طبرية وهي في الأراضي الفلسطينية. بالاعتماد على الخط الزمني صفحة 71 حدد تاريخ حدوثها، كما رأينا من خلال الوثيقة الأخيرة التي رأيناها وتتبعنا من خلالها مراحل أو حملات الصليبية، حدثت هذه المعركة سنة 1187 ميلادية، وقائدها هو صلاح الدين الأيوبي. والسبب الرئيسي لحدوث هذه المواجهة هو محاصرة الصليبيين وإيقاف تقدمهم واستعادة بيت المقدس. فللإشارة، هذه المعركة كما أشرنا من خلال تحليلنا للخط الزمني كانت معركة مهمة وحاسمة في تاريخ المواجهات الصليبية ما بين المسلمين من جهة وما بين المسيحيين من جهة أخرى. ذلك أن صلاح الدين الأيوبي خلال هذه المعركة نجح
في أن يعيد قوة الجيوش الإسلامية وتوحيدها، وبالتالي استطاع أن يكسر تلك الصورة التي كان يحملها الجيش الصليبي، والتي هي صورة الجيش الذي لا ينهزم ولا يقهر، وبالتالي استطاع مرة أخرى أن يعيد المسلمين لمواجهة والحد من تقدم الحملات الصليبية. وبالتالي يمكننا أن نصل إلى أن أبرز نتيجة من نتائج معركة حطين تتمثل أولاً في انهزام الصليبيين وانتصار المسلمين عليهم، ثم النتيجة الثانية من خلال مقارنتنا للوثيقتين، الوثيقة الأولى ألف خريطة الإمارات التي أنشأها الصليبيون بالشرق الإسلامي، كما تلاحظون من خلال المفتاح أن الصليبيون نجحوا في الحصول أو في التوسع في المشرق الإسلامي وإقامة العديد من الإمارات، كما نلاحظ من خلال الوثيقة الثانية الإمارات الصليبية بعد انتصار صلاح الدين الأيوبي، كما تلاحظون أن الإمارات الصليبية تراجعت وانحسرت في العديد من النقاط كأنطاكيا وطرابلس، واستطاع صلاح الدين الأيوبي أن يستعيد القدس، وهي تعتبر من أبرز النتائج التي ترتبت عن معركة حطين، وهي استعادة المسلمين للبيت المقدس، كما أنها ستساهم في تحول الحملات الصليبية من هدفها نحو الاستيلاء على بيت المقدس إلى هدف آخر، وهو الحصول على امتيازات تجارية. إذا تحول الحروب بعد هذه المعركة إلى حروب ذات أهداف تجارية، وبالتالي يمكننا أن نجمع مضامين ما سبق تحت عنوان معركة حطين مواجهة حاسمة بين المسلمين والصليبيين، وبالتالي أترككم مع الملخص التالي. وننتقل الآن إلى الهدف الثالث وهو الأخير في هذا الدرس، وخلاله سنحاول أن نكتشف دور الحروب الصليبية في إحداث احتكاك حضاري بين العالمين الإسلامي والمسيحي، وهنا نستعين بالوثائق التالية. كما تلاحظون صورة تمثل كنيسة إكش لا شابير بفرنسا من الداخل، وهنا نلاحظ كيف أن الأوروبيون سيتأثرون بالفن المعماري الإسلامي وسيعملون على نقله إلى أوروبا، وخصوصا أثناء إنشائهم وبنائهم للعديد من الكنائس والمنشآت بالقارة الأوروبية. ثم كما تلاحظون من خلال الوثيقة الثانية جدول لبعض الكلمات العربية التي انتقلت إلى اللغة الأوروبية، كيف أن الإفرنجة أو الصليبيين سيقومون بنقل العديد من الكلمات من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية، مثل مثلاً تعريفة، طريف، مخزن، مجازر، الكحول، الكل، أرز، غيس، قطن، كورون، أو كوتون، وغيرها من الكلمات التي من خلالها يظهر أن الحروب الصليبية لم تكن فقط مواجهات عسكرية بقدر ما كانت قد فتحت قناة للتواصل ما بين الحضارة الإسلامية من جهة والتي كانت متقدمة وراقية وكانت في مستوى عالي جدا في هذه الفترة خلال القرون الوسطى، وما بين الحضارة الأوروبية التي كانت تعيش الانحطاط وكانت تعيش العديد من المشاكل، وبالتالي سمحت لها بالتعرف على مستوى الحضارة الإسلامية. إذا نلاحظ انتقال كثير من الكلمة العربية إلى اللغة الأوروبية، ثم تأثر الأوروبيين بالهندسة المعمارية الإسلامية، ثم أيضا مجالات أخرى سواء في الفلاحة أو الصناعة والتي تفوق فيها المسلمين في ذلك الوقت. ونلاحظ الوثيقة الأخيرة في هذا الدرس، نص تاريخي، إننا أصبحنا شرقيين، فتحول ساكن رانس أو شار مدينتان فرنسيتان إلى سوريين أو أنطاكي على إلى نقرأ النص، إننا أصبحنا شرقيين، فتحول ساكن رانس أو شاطئ مدينتان فرنسيتان إلى سوريين أو أنطاكي، حتى نسينا أماكن ازديادنا، وعدنا نستعمل لهجات البلاد، فالثقة تقرب الأجناس مهما تباعدت في الأصل. إذا كان نلاحظ من خلال هذا النص أن الأوروبيين الذين جاءوا من خلال الحملات الصليبية قد استقروا بالمشرق الإسلامي، وبالتالي تعلموا اللهجات واللغات المحلية وخصوصا اللغة العربية، وهذا ما ساهم كما رأينا في انتقال العديد من الكلمات باللغة العربية إلى اللغة اللاتينية. كما تلاحظون من خلال الصورة الموجودة بجانب النص جنديان مسلم ومسيحي يلعبان الشطرنج، وهذا ما يؤكد بأن الحروب الصليبية لم تكن فقط مواجهات عسكرية بقدر ما كانت أيضا قناة لنقل
أو التواصل الحضاري ما بين الحضارة الإسلامية المتفوقة والمتقدمة من جهة والحضارة الغربية التي كان في تلك الفترة في العصور الوسطى يعيش نوعا ما من الانحطاط، وساهم هذا في ما سنراه مستقبلا من خلال امتدادات مادة الجغرافيا أو عفوا مادة التاريخ في السنة المقبلة من نهضة أوروبية. إذا أدت الحروب الصليبية إلى احتكاك حضاري بين العالمين الإسلامي والمسيحي. اندمج الأوروبيون في المجتمع الشرقي، واستعمل الأوروبيون لهجات ولغات المناطق التي استقروا بها المشرق العربي، ثم لعبت الجيوش كما رأينا من خلال الوثيقة المسيحية والإسلامية دورا كبيرا في هذا الاحتكاك، وبالتالي يمكننا أن نجمع مضامين ما رأينا فيما تحت عنوان أدت الحروب الصليبية إلى احتكاك الحضارتين الإسلامية والمسيحية. وهكذا ننتقل إلى تقويم المقعد للحصة الثانية. اذكر أهم نتائج معركة حطين، وضح أهم مظاهر الاحتكاك الحضاري بين المسلمين والمسيحيين. إذا استطعتم أن تصلوا إلى الإجابة الصحيحة بطبيعة الحال قد حققتم أهداف هذا الدرس. وهكذا ننتقل إلى خاتمة. كانت الحروب الصليبية أطول مواجهة مباشرة بين المسلمين والمسيحيين خلال العصور العصر الوسيط، وساهمت في تأثر الأوروبيين بالحضارة العربية الإسلامية، وأترككم مع تقويم إجمالي على شكل واجب منزلي في موضوع المقالي مقدمة على الخاتمة. عرف ما المقصود بالحروب الصليبية وبين أهم دوافعها وأبرز مظاهر الاحتكاك بين الحضارتين الإسلامية والمسيحية. وهكذا نكون قد أنهينا آخر درس في مكون التاريخ. شكرا لكم.